جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر ومعالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدوله الكويت الشقيقه حيث جرى استعراض العلاقات الاخويه التاريخيه التي تربط بين مملكه البحرين ودوله الكويت الشقيقه وما يشهده التعاون بين البلدين من نمو وتطور. وقد نوه نائب رئيس الحرس الوطني بدوله الكويت الشقيقه بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم وتطوير العلاقات الاخويه المتجذره التي تربط بين البلدين الشقيقين